وحمدي وياسين طبيب مختص في جراحة الأسنان. اليوم راح نتكلموا على سوجي تري امبورطون وكيما يقولوا راه شائع بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، الا وهو تبييض الاسنان عن طريق الفحم. تبييض الاسنان بالفحم هو تبييض الاسنان عن طريق الفحم النشط، هو عباره عن مكونات، خليط من مكونات. نذكروا على سبيل المثال قشور جوز الهند، فيه ثاني ماده الطين البنتونايت اللي يستعملوها بزاف لتفتح البشره، هناك ماده الرصاص، هناك عده مكونات لهذا الفحم النشط. ابرز مخاطر تبييض الاسنان بالفحم هما ثلاثه. الاولى الا وهي تاكل ميناء الاسنان. ماده البنتونايت او طين البنتونايت اللي هي مكون اساسي في ماده الفحم النشط تعمل على امتصاص الغازات والسموم اللي جايه فوق لابلاك دونتير تاع الاسنان، فبالتالي راح تقوم بعمليه تفتيح اللون تاع الاسنان. ولكن هذه العمليه ما نساوش باللي راح كاين كما يقولوا كاين عمليه واحده اخرى، الا وهي امتصاص الكالسيوم والفلور. هذا الكالسيوم والفلور اللي راح يقوموا بعمليه كما يقولوا خدش النسيج تاع الميناء الاسنان اللي هو لي مايت دونتير. كما يقولوا باش نفهموا العمليه للمشاهد الكريم، وكانك تحكم قطعه تاع بابي فير وتحك بها اسنانك. كي تحك بها اسنانك حاجه عاديه انه تشوفهم بداو يبيضوا، بصح اون كونتر بارتي راك تهلك في اسنانك. الخطر الثاني في عمليه تبييض الاسنان بالفحم النشط الا وهي زياده في التسوس. كيفاش زياده في التسوس؟ بعض الناس واش يديروا؟ يحكموا هذا الفحم، يقول لك هو راهو شغل بديل على معجون الاسنان، فبالتالي واش يديروا؟ يروح يديروا غير الفحم النشط يغسلوا به ويشلوا سنانهم ويروحوا، وهذا خطا. الخطر الثالث الا وهو نعاودوا نولوا له دائما، الا هو طين البنتونايت هدايا اللي في الجمعيه الامريكيه، ماشي لطب الاسنان والا الجمعيه العامه للتغذيه، دراسه الحديثه تاعهم 2020 خرجوا تقرير وقالوا بلي ماده البنتونايت لا تستعمل في الفم تاع الانسان. هي تقدر تستعملها في البشره ولكن ما تدخلش في فم الانسان، ما لازمش تستعمل في فم الانسان للخطوره تاعها، لانها تحتوي على ماده الرصاص. نحن من هذا المنبر ننصح جميع المواطنين ولا مشاهدين الحصه تاعنا، نقول لهم حبيتوا تبييض الاسنان شوفوا طبيب الاسنان، هو اللي يديكم تبييض الاسنان. الا ما قدرتوش تروحوا عند طبيب الاسنان ولا كاين بعض الامور يقدروا يقوموا بها في المنزل، انا انصحهم بها، الا وهو بيكربونات وشويه لوكسيجيني يغسلوا بهم اسنانهم هكا باش يكون عندهم تبييض، ماشي كيما تبييض عند طبيب الاسنان، بصح يكون عندهم موان دو ريسك، عندهم شويه تفتح في اللون وموان دو ريسك، ما يكونش عندهم ريسك بخطوره كيما هذا الفحم النشط.